وصلنا لفقرة النصائح الخاصة بالأطفال وكتحضر معنا الدكتورة ليندا رشدي أخصائية الطب النفسي عند الأطفال. أهلا بك ليندا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. الله يبارك فيك. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا على مراحل التطور عند الطفل، بدينا عند الجنين واللي هو مازال في البطن الأم ديالو، هذوك المراحل اللي كيعرفها ديال التطور. دابا غادي نمشيو ونجزئوا الحلقة ونتكلموا على التطور عند الطفل، يعني ابتداء من الأشهر الأولى من بعد الولادة. المرة اللي فاتت كنا ايفيكتيفمون هضرنا على اهميه الحواس ديال الطفل، يعني ملي تيكون في الكرش ديال الام ديالو وخلاص في الولاده، يعني اهميه البصر، السمع، الشم، اللمس، حتى الذوق. قلنا انه في كرشمو كيكون كيذوق الاشياء وخلاص بيان سور فاش كيتولد. دونك تنهضر على تقريبا اهميه الشهرين ثلاثه الاولين اللي هي فيها اللي الطفل تيربط العلاقه الاولى مع الام ديالو، ومنها سافا كونديسيوني العلاقات اللي يقدر يربطها من بعد مع الاخرين ومع المحيط ديالو. دونك في هاد الشهرين سورتو الشهرين الاولى، كلشي الاخصائيين تاكدوا على هذيك الشهرين الاولى اللي كتكون فيها بيان سور. غناكد على اهميه الرضاعه، يعني الرضاعه الطبيعيه واهميه داك التوقيت ديال الرضاعه. ما غيكونش ديك الرضاعه مجرد انك غتعطي الماكله للطفل، ولكن هي واحد لو مومون دو بارتاج، يعني واحد الوقت اللي تندخلوا اون كومونيكاسيون، تواصل مع الطفل ديالنا. دونك اهميه كيفاش غنهزوه، كيفاش غادي نهضروا معاه، اهميه اننا نشوفوا لو روغار امبورطون، يعني لو فات انه يعني الامهات خاص يكونوا يعني مفرغين لهذاك الوقيته ديال ايفيكتيفمون. اون بارل دو بريوكوباسيون ماتيرنيل بريمير، يعني انها كاع لا كونسونتراسيون التركيز ديالها ديال الام خاصها في هذيك الوقيته بالضبط. فهمتي؟ على ليميت غيكون عندها متطلبات واحد اخرين، ولكن في هذيك الوقيته ديال الرضاعه خاصها تكون كونسونطريه مركزه مع الطفل ديالها، باش جوستومون يكون واحد التواصل، واحد العلاقه اللي غتكون اون فادير بون، يعني من واحد الطريقه مزيانه. هذه بالنسبه يعني للشهرين الاولين، يعني من بعد الولاده، ملي الطفل مثلا الجنين ملي الرضيع يعني بدا تيبدا مثلا مع النمو، كيبدا انه يتحرك، يبدا يتعرف على ربما يتعرف على الام ديالو في المرحله الاولى، ولكن كيبدا يتعرف على الاب، كيبدا يتعرف على المحيط ديالو. يعني نمشيو لاربع شهور، سته اشهر، حتى لتسعه اشهر ديال النمو والتطور اللي كيعيشوا الرضيع. الوغ باش جوستومون غنقولوا الرضيع مع 3 شهور 6 شهور في هذه الفتره تيولي بحال تيقلد شويه لي زادولت، يعني الناس الكبار، خصوصا الام ديالو، حيت الام ديالو هي اللي كدير واحد صله وصل بين اول انسان نورمالمون كنت فاش كتكون موجوده، هي اللي كتكون اول انسان كيربط معها علاقه الطفل. من بعد البريزونت لو بابا، يعني تيكون لو بابا هي الفا فيغ لو ليان، يعني غادي تقدم الاب للطفل، والطفل بيان سور الاب غتكون واحد صله وصل بيناتهم ومع المحيط ديالو. دونك الطفل باش غادي يقدر ربما يكون عنده واحد القدرات وانه يولي كيكتشف شي شويه المحيط ديالو، خصنا نستيميلوه، خصنا نمشيو نقلبوا عليه، اون لو شيرش، داكوغ، نستدرجوه فوالا. دونك الا ما هضرناش معاه وخلينا على اساس انه الطفل ما تيفهمش وما مشيناش فريمون اون لو شيرش نستدرجوه، ما غاديش يكون حتى هو ما عندوش ربما الاراده باش يتجاوب مع الانسان. يعني واش الطفل مثلا ملي كيف قلتي لنا كيبدا، يعني اول علاقه كتكون علاقه تواصليه مع الام، من بعد مع الاب، من بعد مع المحيط ديالو، نبغيو نعرفوا مثلا الامهات ولا حتى الاباء اللي كيسمعونا اليوم، واش كاين شي حركات خاصه اولا شي سلوكات اللي خاص مثلا الام والاب ولا حتى المحيط نعودوا عليها، مثلا الجده، الخالات، العمات اللي كيكونوا مثلا معنا في هذيك الوقيته ديال 3 شهور بعد الولاده ولا 6 اشهر اللي غادي تساعد في التطور وفي النمو ديال الطفل، لانه حنا كنعرفوا دائما انه البيبي الصغيور كنشدوه كنهزوه يعني من الموسيه ديالو نبوسوه من بعد عاود نحطوه اولا نبقاو مثلا يعني نلعبوا معاه يعني في الحنيكات ديالو في الوجيه ديالو، صافي هذا هو العلاقه اللي عندنا مع ذاك الرضيع. واش كاين يعني شي تصرفات اللي ممكن تزيد في التطور ديال النمو ديالو؟ الوغ سؤال مهم، حيت على اساس انه الطفل قبل هضرت انه خصنا نمشيو نجيبوه، يعني اننا نستدرجوه
درجوه شويه. من الاشياء اللي خصها دار يعني ربما حنايا مازال نديروهاش ربما بزاف هي اننا كنهضروا مع داك الطفل، حيت بالنسبه لينا الطفل رضيع راه ما تيفهم والو، راه بحال شي بركه جالسه دونك هو فات ما ناعس، تنعطيوه الماكله ايتو. سوف كو الاهميه اننا نهضروا معاه من الولاده، جانسيست يعني تنأكد عليها من الولاده، خص فريمون لا مامون ولا لو سوبستيتومون ديال لا مامون سيتادير المحيط ديالو انه يتواصل معاه بواحد الطريقه، تقدر تكون هضره، تقدر تكون اغاني، تقدر تكون على حسب كل واحد وشنو يمكن له يدير. ثاني حاجه انه مهم كما قلتي اننا كنلعبوا بالحنيكات ديالو بصح نيت، مي عاوتاني انه الاهم انه يتعرف على الوجه ديالنا، يعني غادي نمشي وغنتقابلوا معاه اون فا ايسيي دو لو فيكسي دو ريغار اي بي دو لاتيري دو جوي افيك سي سي بي، نلعبوا معاه. دايوغ هو تلاحظوا ان الطفل عنده واحد الذكاء، يعني واحد الوقيته من اون فا دير ان اونفون دو كيلكو موا غادي يولي هو تيسبق هذاك اللعب، يعني الام ديالو غتجي باش غتبوسو الكريشه ديالو، هو غادي يقدم ليها الكريشه ديالو باش غتبوسو. دونك فوالا سي كيلك شوز كي فا ستيمولي لونفون. دونك كاين اطفال اللي غنخليوهم ما غاديش يكون عندهم هذا لو بتي جو ديفاي، اي سي فري كيل فون اتر موز اكتيف، يعني غيكون عندهم شويه نقص في هذا، يعني قد ما عودنا على حركات خفيفه وبسيطه قد ما حتى هو كيتجاوب، هو كيتجاوب كيكون في هذا الفعل. نقطه مهمه لانه كنشوفوا احيانا يعني الام اللي او الاب اللي كيبدا يلعب مع ذاك البيبي وهو مثلا في 6 شهور، يعني جاي 6 شهور ولا 9 شهور، كنشوفوا يعني كيبدا يفرك برجيلاتو وكيبدا يحرك يديه اكثر. المثال اللي هو ديما تيشوفوه الامهات هو فاش الام تتبغي تحيد لاكوش ديال الطفل، من تكون تتلعب معاه تيولي هو بحال تيسبق، هو تيتهز شي شويه باش كيخليها تهز ليه لاكوش. دونك من تيكون الطفل ماشي ستيمولي ما غايديرش هاد لو جيست، ما غايديرش هاد الحركه. من تيكون الام موالفه كتهضر معاه وكتحط دي مو كلام على انها تحيد ليه، ماشي غير غتجي وغتحيد ليه لاكوش، غتجي وغتهضر معاه وغتقول لي غنحيد لك لاكوش، راك توسختي، راه فوالا اي تو. دونك الا سوسي لو فيربال لاكسيون، الطفل كتقوم داك الفعل في نفس الوقت كيكون قوي كتبدا تهضر معاه ايفيكتيفمون. دونك الطفل حتى هو تينتابه وتيولي حتى هو فريمون اون اليرت اون فادير، عنده واحد اليقظه فوالا حتى هو رد الفعل ديالو، وهذاك هو المهم انه يكون عنده رد الفعل. اذا غادي نمشيو للاجابه على كل تساؤلات الامهات اللي كنتوصلوا بها دائما فقره النصائح الخاصه بالاطفال. اليوم رفقه الدكتوره ليندا رشدي واللي هي اخصائيه في الطب النفسي عند الاطفال. اول اس ام اس من عند واحد الام كتسولك ليندا هو انه عندها بيبي صغير عنده دابا 3 شهور ونص تقريبا، وبمجرد ما مثلا كيهزوا الاب ديالو اولا واحد من افراد العائله، يعني ملي كيشوفوا الوجه ديالو كيبدا يبكي بواحد الطريقه اللي هي يعني فيها واحد البكاء يعني مجهد شويه. الوغ الطفل نورمالمون كما قلنا في الاول انه تيولف سورتو الام ديالو، الوجه ديال الام ديالو فوالا، تيتعرف على الوجه ديال الام ديالو. دونك انت تيبدا يبان ليه انه كاين اختلاف، بيان سور تيتعرف على الوجه ديالو، سافو دير كو غادي يعرف بان داك الانسان الاخر ولا الشخص الاخر ماشي الام ديالو. دونك سي نورمال كي تو ان بو انغواسي، سي نورمال انه يكون شويه متوتر. باغ كونتر نبغي ناكد على واحد النقطه المهمه، هي ان في التطور العادي للطفل اللي هو داخل في التطور ديالو كاين واحد المعايير اللي خصنا نكونوا على بال فيها، هي ان الطفل في 3 شهور كيولي عنده سكون ابيل ان سوغي ريبونس، يعني واحد انه تيتبسم مي رد فعل لواحد الفيزاج اللي اون فاس دو لوي، يعني رد الفعل الام ديالو الوجه ديال الام ديالو، ماشي ان سوغي ريفلكس. قبل كيكون عنده بحال كيضحك، كنقولوا حنا تيضحك الملائكه داكو، من 3 شهور تيولي عنده واحد لو سوغي ريبونس يعني فولونتير، هو تيبغي يضحك داكو. هذه داخله في التطور ديالو. الحاجه الثانيه هي انه كاين واحد التوتر ولا القلق اللي هو طبيعي اللي تيبان في 8 شهور تقريبا، دوك الامهات ما خصهمش يتخلعوا في هذه الوقيته الا بان واحد التوتر. علاش؟ سي لونغواس ديفلوبمونتال داخله في التطور العادي للطفل. دونك سميتها لونغواس دو ليترانجي، هي الطفل انه كيولي تيخاف من الناس اللي فوالا ما تيشوفهمش. علاش؟ باسكو في هذه الوقيته الطفل تياخذ كونسيونس، كيوعى بانه كاين هو وكاين الاخر. قبل كيكون عنده واحد الخلط في المعلومات بانه بحال هو
داخل في المحيط، هو المحيط واحد. الحاجه الثالثه اللي هي مهمه هي في واحد الوقيته فيغ 18 موا يعني 18 شهر عام ونص تقريبا، الطفل تيولي دون لوبوزيسيون، يعني تيولي ديما تيقول لا. C'est une façon, c'est une c'est ce qu'on appelle l'acquisition du non. Il y a un peuple en naouti ou libre, il s'affirme. Encore une fois, c'est quelque chose de normal. Mais voilà, d'accord, la tatoue, c'est l'homme à dire qu'on a la belle, mais il y a un peu de choses qui sont très importantes. D'accord, la tatoue, il y a un peu de non, c'est un truc normal. Black, c'est un jeu à la SS. Elle permet l'or, c'est un peu غادي ناخذوا اس ام اس اخر ديال المستمعه كتقول ولدي عنده دابا عامين كيلعب بزاف على طول النهار، يعني كياكل باللعب وكيتحرك بزاف فوق الفراش ديال الدار، ما تيبغيش ينعس في الليل كينعس غير بالبكا. بغيت نولف ليه لاسيست في العشيه ولكن ما تيبغيش ينعس بسلامته، كيلعب وخفت ليه يكون مريض. والله يخليك، بغيت نعرف الاعراض ديال التوحد. D'accord. Donc déjà, il a quand bon, hamayn qu'est-ce qu'on بعض المرات الاطفال déjà مختلفين، يعني ما يكونش عندهم نفس لو تومبيرامون، يعني كل واحد عنده واحد اون فادير اون بيرسوناج، واحد الشخصيه اللي هي معينه واخا من الاطفال الصغار، يعني تيكون عندهم واحد التومبيرامون كي ديفيرون، ماشي كاع الاطفال كلهم قال، ماشي كاع الاطفال كلهم متوترين. دونك كل واحد على حساب البروفيل ديالو. ثاني حاجه هضرت على لو تروبل دو سوما، يعني انها كتحاول انه ينعس، تنظن انه يفو جامي فورسي لونفون، كاين جوج حوايج اللي نورمالمون يفو جامي فورسي لونفون ولا ثلاثه فريمون فوالا، ما خصناش نضغطوا عليه لا بالنسبه للنوم لا بالنسبه للاكل فوالا، هما جوج حوايج اللي ربما فوالا جوستومون سي فغي. علاش 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 كياكدوا عليهم الامهات؟ حيت سا جينير دو لونغواس في لي مامون، لي مامون تيتخلعوا ملي تيشوفوا الطفل يا اما ما تياكلش يا اما بالعكس ما تينعش، يا اما كيما جوستومون هي دابا دخلت واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي ربما التوحد. انا تنظن ان التوحد هو مشكل ديال التواصل، حنا عارفين انه مرض وانه مشكل ديال التواصل، يعني كيكون واحد اون فادير غوتار، تعطل في الهضره، تيكون في واحد الحركات اللي هي متردده، تيكون واحد المشكل في التواصل الاجتماعي. دونك هادو لي 3 كريتير اللي تيكونوا في لوتيزم، وتنظن انها ما فيها بس الا كانت هي زعما فيها مخلوعه بالنسبه للطفل ديالها، دير واحد الاستشاره يعني مع طبيب الاطفال في اول مرحله، اول مرحله ومن بعد هو يوجهها مثلا الا بان ليه انه كاين اون بون انديكاسيون الا ادريس فيغ لو بيدوبسي. واخا مستمعه اخرى كذلك توصلنا بالاس ام اس ديالها، انا عندي ولدي دابا عنده 18 شهر و فوق ما يعني كنبغي ندير ليه لي كوش، كيبغي يزولها، كيبغيني انني نلعب معاه شويه، حيت واحد النهار كنت دهنت ليه الجسم ديالو بواحد الكريم وبقيت كندير ليه مساج وهو عجبو الحال. وي دونك انا تنظن انه كمام توسكي هضرنا على اهميه لو توشي، يعني انه لي ماساج لو فات انه دوتيليزي لو كور، يعني دو مانيبولي ان تي بو لو كور دو بيبي سي امبورطون، باسكو دخل في الحواس اللي قلنا قبيلات انها مهمه، تو غتزيد تنفعوا في التطور ديالها، في التطور في ليفي ديالو، غير هي ما خصهاش تكون اكثر من القياس ديالها، يعني ماشي فوق ما غادي يزولوا لي ما خصهاش تكون بواحد الطريقه اللي هي لا، وماشي قل من القياس ديالها، خصها تكون واحد الطريقه مناسبه. وفي توقيت اللي هو مناسب مثلا، واش في الصباح ملي الله يفيق يكون مثلا وليدات كيكونوا فايقين شويه الخطر ديالهم ناقص، ولا في الليل قبل ما ينعسوا باش ينعسوا مرتاحين، ولا في وسط النهار، يعني شنو هي واش كاين شي توقيت اللي هو مناسب اكثر انها مثلا دير لي واحد المساج او تبقى تلعب، يعني تعري لي مثلا الجسم ديالو كله ويكون ذاك الاحتكاك ديال البشره؟ لا ما كاينش واحد التوقيت اللي هو محيط على حسب الطفل. كاين اطفال اللي هما مختلفين، كل طفل كاين اللي غادي يدوض في الصباح مخسر ما فيه ما تلعبي معاه، وكاين اللي بالعكس في الليل غيكون مزيان، وكاين عاوتاني على حسب لا ديسبونيبيليتي بسيشيك دو لا مير، يعني على حسب هي خصها تكون تاهي مرتاحه باش تركز في الطفل ديالها، باسكو الا كانت كاين شي امهات اللي غيكونوا عندهم شغال في الصباح ايتو ما يكونوش مركزين رابيدمون، فهمتي؟ دونك خصها من وقتها فوالا، خصها تكون تاهي مرتاحه نفسانيا باش تعطي الاحسن بالنسبه للطفل ديالها. اخر اس ام اس ام محمد امين مراكش، ولدي عنده
3 سنين ونص دخلتو لا كريش كان مزيان دوز دابا تقريبا 7 شهور كان كيجي فرحان كيجي كيغني كيرجع للدار كيبدا يلون ولكن دابا هذه تقريبا اسبوع ما بقاش يعني كيفيق ما بقاش كيبغي يفيق ليا في الصباح يعني كيقول لي يا ماما انا عييت ما عرفش واش واش يعني نحبس ليه لا كريش ونبقى نديري في العشيه. الوغ انا تنظن انه ديجا خدا واحد لو ريتم يعني واحد ريتم اللي ديجا خداه ديال لا كريش ما خصناش نرجعوا للور داكوغ يفو غاردي لو ميم ريتم ديال لا كريش باسكو من الاول ملي تنحطوا طفل في لا كريش كنحطوا واحد لو ريتم اما تنحطوا دومي جورني اما تنحطوا ساعتين جو سي با كل واحد على حسابه مي خص واحد الوقت باش الطفل كيولف لا كريش اون فوا تيولي في واحد لو ريتم كيرجع ربما هو ما باغيش يمشي سافو دير كاين مشكل دونك تنصح انا ربما هاد الام انها تمشي للمدرسه لا كريش اي بي كيل بويس دوموندي شنو واقع ربما كاين شي مشكل مع الاطفال ربما كاين شي مشكل مع لانسينيونت ربما كاين شي مشكل جو سي با جي تستشف المدرسه فوالا باسكو الطفل حتى هو ماشي غير هكذا وشي يجي تيقول لا بقيتش باغي نمشي هاد لاكريش وربما مثلا الا مشات مثلا ولقات انه الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل كلشي مزيان واش على انه اساس مع اقتراب السنه الدراسيه وحنا كنعرفوا حتى الكبار يعني كيبداو يعيو كيحتاجوا انهم يكون عندهم عطله مثلا هاد الوليد ديال 3 سنين ونص ربما دوز 7 شهور في واحد لاكريش اللي اول مره غادي يلتحق بها كيوصل يعني في واحد الوقيته الواحد تيبدا يعيا او ما تيبدا يجهدوا صراحه بالنسبة لي الأطفال ملي تنمشيو معاهم في لو ريتم ديالهم باسكو الأطفال بيان سور كيما الناس الكبار تيعياو كيما جلسي داكوغ مي إلا مشيتي أنه عيا داكوغ سا فو دير كو تاهو غيبدا يبان ليه بأنه يمكن ليه يقرر أنه ما يمشيش العام الجاي يقول لك ما غيمشيش هو كاع المدرسة واش فهمتيني دونك أنا تنظن أنه بصح ماشي شي حاجة أكثر من الجهد ديالو ما غاديش نلزمو عليه أنه يمشي ولا كان مريض إلا كان عنده شي مشكل إلا كان نو مي على حساب لو ريتم ديالو بيان سور مي أون جينيرال هو بحال الطفل خصوصا كان عنده 7 شهور ديال أنه دادابتاسيون ديال أنه ولف دونك ما كاينش واحد السبب اللي غيخليه داكشي علاش قلت انه الام خصها تمشي تستشار تشوف شنو واقع ايتو الا كان سبب هو هذاك الا ما كانش غيستي صارمين علاش باسكو ماشي ضد في الطفل بالعكس لمصلحته مصلحه الطفل. شكرا لك بزاف الدكتوره ليندا رشدي اخصائيه الطب النفسي عند الاطفال على كل هذه النصائح اللي قدمتينا اليوم فقره النصائح الخاصه بالاطفال دائما في برنامج المراه بامتياز الطفل والاسره للم